هاي، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنعمل مسابقة وهنشوف مين هياكل توم. توم اهو، تمام. واللي مش هيستحمل هيعمل 30 بطن ضغط، مش اي حاجة. بطن بطن. ريدي ستدي ريدي جو. تافهة اوي، خلينا تافهة جدا، تافهة جدا. شايف الحريقة اللي هنا دي؟ أنا مش شايف الحريقة. بلعت إيه يا أحمد؟ أنا بلعت الحمد لله. بلعته؟ أنا ما بلعتش يا ابني، ده أنا بلعت ومش حاسس بأي حاجة. دلوقتي إحنا مش حاسين بأي حاجة، يعني حاجة مش كده. يلا. طيب.